هل اقترب موعد الإعلان عما يسمى بصفقة القرن بشأن القضية الفلسطينية؟ هل ستقام عاصمة الدولة الفلسطينية في أبو ديس كما تنص بنودها؟ وهل ستقام تلك الدولة على نصف أراضي الضفة الغربية فقط؟ ما هو الدور الذي سيلعبه كل من السعودية ومصر والإمارات في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي؟ عن أي مفاجأة يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو؟ هل سيتقبل الأردن نزع وصايته عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بطريقة صاغاها جاريد كوشنر؟ هل هناك تنافس ما بين الوصايتين الهاشمية العثمانية من جانب والسعودية المصرية من جانب آخر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ والأهم، أين الفلسطينيون من كل ذلك بعدما رفضوا الخطة الأمريكية الإسرائيلية رفضا قاطعا؟ مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في بانوراما. مشاهدينا، انضم إلينا من رام الله الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم من الرياض أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن العساف. مرحبا بضيفينا الكريمين. أبدأ مع ضيفنا في رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي. دكتور، طبعا سابقا هذه البنود التي تم تسريبها بشكل مكثف جدا وأكدتها مصادر عدة أمريكية إسرائيلية ونقلتها وسائل الإعلام الفلسطينية، كانت هذه البنود معروفة بشكل أو بآخر. الآن يجري الحديث عن الإعلان بشكل رسمي، إعلان إسرائيل وأمريكا لصفقة القرن المعروفة بصفقة القرن. ما هو الهدف من تمرير خطة رفضها الفلسطينيون سابقا وبكل بنودها بالمناسبة؟ شكرا لك وكل عام وأنتم بخير. أولا بخير. أنا برأيي إنه خطة صفقة القرن ليست، لسنا بحاجة يعني التحليل ماذا ستتضمن، لأنه أصبح الأمر واضح من الممارسات والأفعال الأمريكية. الهدف هو يعني بعد أن أصبح واضحا أن فريق ترامب هو فريق صهيوني في الواقع ويحمل كل الأفكار الإسرائيلية بالكامل ويتبناها بالكامل، ويتحدث هؤلاء الممثلون كأنهم ناطقون باسم الحكومة الإسرائيلية. الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية وليس حلها. والهدف من كل العناصر التي ظهرت هي شطب جميع قضايا النقاش في الحل النهائي. أولا قضية القدس التي قرر الأمريكان أن يعترفوا بها عاصمة موحدة لإسرائيل حسب قرار الكونغرس ونقلوا سفارتهم إليها، والآن يتحدثوا عن كلام سخيف عن أن تكون أبو ديس أو العزرية بديلا لها، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا. الأمر الثاني إلغاء حق العودة للاجئين، وهذا يفسر قرار الرئيس الأمريكي بوقف المساعدات لوكالة الغوث الدولية بهدف تصفية قضية اللاجئين. الأمر الثالث استبدال فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة كما ذكرتم بمجرد كانتونات ومعازل بلا سيادة وبلا مقومات دولة. والأمر الرابع تحويل قضية الأمن إلى سيطرة مطلقة لإسرائيل، وأن يكون الجيش الإسرائيلي على رؤوس الجبال وفي الأغوار، والاستيطان مستمر على قدم وساق، ومنذ جاء ترامب للحكم ارتفعت وتيرته بنسبة 100% تمام أو أكثر. هدف الحملة أمرين: تصفية عناصر القضية الفلسطينية، قتل فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وجعلنا نعيش في إطار نظام أبارتايد وتمييز عنصري إسرائيلي، وأخيرا محاولة خلق رشاوة اقتصادية للفلسطينيين ليقبلوا بهذا الظلم وهذا الاضطهاد وهذا الذل، تمام، وتطبيع مع العالم العربي على حساب القضية الفلسطينية ودون حلها، وهو أمر مرفوض رسميا كما ورد في قرارات القمة العربية. طيب دكتور عبد الله، مرحبا بك مجددا إليك. هل تتفق مع هذا التفسير الشامل ببنود متعددة لمنطق طرح هذه أو تمرير بالأحرى تمرير هذه الصفقة؟ ربما من وجهة النظر الإسرائيلية والأمريكية صحيح هناك حديث عن السلام، وكأنه كلمة السلام أصبحت كلمة سحرية بالنسبة للإسرائيليين، يكررون دائما، والأمريكيين أيضا، وكأنه هناك فرصة حقيقية للوصول إلى السلام. فهل حضرتك يعني ترى الموقف بنفس الزاوية التي تحدث بها الدكتور
مصطفى البرغوثي في رام الله، وهل إذن الخطة أن تطرح هذه الصفقة ليجدد الفلسطينيون رفضهم لها مرة أخرى، وهذا أمر حتمي ليتم تحميلهم مسؤولية إفشال مبادرة سلام بين القوسين أخرى تقدم لقضية تاريخية عويصة قديمة؟ مساء الخير سيد أرتوم، مساء الخير للدكتور مصطفى. أنا تقريبا أتفق إلى حد كبير مع ما ذكره الدكتور مصطفى. هذه القضية اليوم أو ما رشحها عن صفقة القرن بشكل أو بآخر هو مجرد هلاميات، إلى الآن لم تتضح الرؤية الكاملة. هناك أشياء كثيرة مفقودة، ما هي آلية حدود التوطين للفلسطينيين، ما هي حدود السيادة الفلسطينية على أراضيهم، قضية القدس ماذا عنها، قضية اللاجئين، قضية المياه، قضية الأمن، هناك قضايا كثيرة لم يتم التطرق إليها من خلال بعض المواقع الإسرائيلية التي سربت بعض بنود هذه الصفقة. وبالتالي من هذا الجانب التي أنا اطلعت عليه أراها منحازة وبشكل كبير جدا إلى الجانب الإسرائيلي، وبالتالي في تقديري الشخصي أن الفلسطينيين لن يرضوا بمثل هذه المبادرة أو بهذه الصفقة، لأنها تجعلهم وطنا بلا روح، بلا سيادة، بلا أهلية، مجرد كنتونات كما ذكر الدكتور صغيرة متفرقة تشرف عليها إسرائيل، على المعابر، على الأمن، على الجيش، على كل شيء، على نزع السلاح. إذن لا وجود لفلسطين، وبالتالي هي تمييع مرة أخرى للقضية الفلسطينية. القمة العربية الأخيرة التي سميت بقمة القدس أكدت مرة أخرى وأعادت ضبط البوصلة العربية تجاه الحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس. ما حصل في الأيام الماضية من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لخبط كثير من الأوراق، وأعاد اليوم مرة أخرى خلط الأوراق مجددا ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أعاد اليوم تراجع الموقف الأمريكي بالنسبة للفلسطينيين، عدم القبول بأمريكا كشريك للسلام، بل أنها تطالب اليوم بأطراف دولية يكون السلام تحت رعايتها وتحت سمعها وبصرها. دكتور عبد الله، ولكن ما هو التوقع أمريكيا وربما إسرائيليا لمآلات الخطوات القادمة؟ طب نفترض أن الخطة تطرح وترفض مرة واحدة أو مرة جديدة من قبل الفلسطينيين وبعض الدول العربية، لكن هناك دول عربية أخرى كالسعودية ومصر والإمارات، هناك كلام آخر، يعني صار هناك كلام سياسي مختلف تماما يتجه نحو تغيير علاقتها السابقة مع إسرائيل. فهل اللافت أيضا دكتور عبد الله أنه المصادر الإسرائيلية والأمريكية تتحدث أنه هذه مجرد أفكار مبدئية، هكذا إطار عام مبدئي يمكن بناء عليه المضي قدما في المفاوضات، يعني هم يأملون أن ستكون هناك مفاوضات. فهل يعني فيما يتعلق بموقف الدول العربية ربما يعني فيما يخص المملكة العربية السعودية خصيصا، المنطق أنه الدول العربية ستقول لا هذه الخطة مرفوضة، ولكن فيها مثلا على سبيل المثال افتراضا فيها نقاط إيجابية يمكن أن نحاول بين القوسين البناء عليها؟ طبعا أعتقد أنه لا يمكن اليوم إيجاد أي تسوية لهذه القضية إلا من خلال لا يمكن إيجاد تسوية كاملة للقضية الفلسطينية إلا من خلال ما يرتضيه الفلسطينيون أنفسهم. الموقف السعودي كان واضح أنه لا علاقة مع إسرائيل ولا تطبيع معها حتى يتم إنهاء حل القضية الفلسطينية وحتى يتم تطبيع بقية الدول العربية مع إسرائيل. هذا أصبح لازما ومعروفا في السياسة الخارجية السعودية. ما يجب اليوم قوله يجب أن يتفاوض الفلسطينيون اليوم ويضعوا باعتبارهم أنهم لديهم عدد من النقاط القوية. الاتحاد الأوروبي اليوم يقف إلى صفهم، روسيا والصين تقف إلى صفهم في رفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. صحيح. قوانين الشرعية الدولية واضحة، المخرجات المبادرة العربية أيضا في قمة بيروت واضحة، لديهم الانطلاق من هذه الثوابت والمفاوضة عليها بدعم من الدول العربية. الدول العربية اليوم اتجهت وبشكل
كبير وكونت لجنة وزارية لدعم مخرجات القمة العربية أو قمة القدس والمطالبة فيها في المحافل الدولية. إذن هناك دعم عربي كبير للموقف الفلسطيني. لكما يشاع في بعض وسائل الإعلام أن هناك تخذيل وضغط على القيادات الفلسطينية. ذكر عزام الأحمد في قناتكم في روسيا اليوم أنه لا يوجد هناك أي ضغط ولم يتلقى أبو مازن أي ضغوطات عربية للقبول بهذه الصفقة مع إسرائيل. طيب. إذن الموقف العربي هو داعم ومحفز للقيادة الفلسطينية بالحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة. دكتور مصطفى، يعني طبعا هناك كثيرين يطرحون تقديرا مختلفا تماما بالنسبة لما كان يسمى بالدعم العربي للقضية الفلسطينية، ولكن يعني الفكرة أو يعني إحدى الأفكار الأساسية التي تحدث بها دكتور عبد الله في الرياض أنه على الفلسطينيين التفاوض. هذا سؤال كبير دكتور، يعني الفلسطينيون يشكلون مسارات مختلفة ويقومون بوضع معادلات مقاربات مختلفة تماما، أحدثها الإحالة بشكل رسمي أو التقدم بشكل رسمي بملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المبادرات ومنها إجراءات المقاطعة التي أصبحت مقاطعة دولية. إنما كيف تنظرون إلى موقف الدول العربية الأساسية؟ لأنه كثيرين يتحدثون الآن أن الفلسطينيين أصبحوا وحدهم يواجهون الاحتلال الإسرائيلي. شكرا لك، يعني أنت طرحت مجموعة كبيرة من الأسئلة سأحاول أن أجيبها باختصار، ولكن دعني أقول أنه لا أفق للتفاوض مع إسرائيل وهي تمارس ما تمارسه وما تقوم به الولايات المتحدة، لأن الحكومة الإسرائيلية بكل بساطة ووضوح وهذه المنظومة الصهيونية بمجملها أرسلت رسالة واضحة للشعب الفلسطيني مضمونها أنه هي لا تقبل بالحل الوسط ولا تقبل بفكرة حل الدولتين. ولسنا بحاجة للتنقيب أو البحث، يعني الأمر واضح في تصريحات الوزراء وفي ممارسات إسرائيل الفعلية على أرض الواقع. انظر لجريمتهم البشعة التي ارتكبوها في غزة يوم 14 أيار، ولمجمل الجرائم التي ارتكبوها في غزة والضفة خلال الشهر الماضي، أكثر من 12 ألف جريح و110 شهداء. تمام. انظر لما فعلوا بالأسير عزيز عوسات، قاموا بضربه والتنكيل به في السجن حتى توفاه الله واستشهد. انظر للمعاملة القذرة التي يعامل بها أسرانا وأسيراتنا البواسل في سجون الاحتلال. كل هذا يدل على السلوك الحقيقي لإسرائيل. عندما تريد أن تفاوض يجب أن يكون ميزان القوى لصالحك، حتى الآن ميزان القوى ليس لصالحنا، ولذلك إسرائيل تدير ظهرها للمجتمع الدولي وللقوانين الدولية هي والولايات المتحدة. نحن يجب أن نجيبهم مش بالمفاوضات، بالكفاح، بالنضال، بالمقاومة، بالانتفاضة الشعبية الفعلية الجارية الآن على شكل مقاومة شعبية رائعة ترفع رؤوس كل الفلسطينيين في كل مكان. نعم. نجيبهم بحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل. نجيبهم كما ذكرت حضرتك الآن بالإحالة التي تأخرت كثيرا إلى محكمة الجنايات الدولية لتحاكم إسرائيل على جرائمها. سنجيبهم بدخول كل المنظمات الدولية التي لا يريد ترامب أن ندخل إليها، وسنحرج في كل واحدة من هذه المنظمات الدولية التي لا يستطيع أن يغادرها ولا يستطيع في نفس الوقت أن يبقى فيها ويعترف بفلسطين كدولة فيها. طيب. سنحرجه وسنعمل على منع كل شكل من أشكال التطبيع. نحن نتوجه للإخوة العرب وللدول العربية. أولا الموقف، دعني أقول شيء أصبح واضح كالشمس، لا أحد يستطيع أن يتحدث باسم فلسطين والشعب الفلسطيني إلا الفلسطينيين أنفسهم، ولا أحد يقول أنه يريد أن يتحدث باسم الفلسطينيين أصلا. نعم. أما بالنسبة للإخوة العرب، هم موقفهم الرسمي المعلن جميعهم حتى الدول التي ذكرتها الإخوة في مصر وغيرهم واضح وتماما، هم رسميا وهذا ما قالوه في القمة العربية وفي الاتصالات الثنائية يدعموا ما يقرره الفلسطينيون. الآن أنا أعرف تجري محاولات تطبيع هنا وهناك، أخطاء فاحشة غير مقبولة مثل إرسال وفد للمشاركة في ماراثون من الرياضي بمناسبة قيام إسرائيل وارتكاب النكبة ضد الشعب الفلسطيني من قبل فريق بحريني وفريق إماراتي على ما أظن. هذا مرفوض جملة وتفصيلة ويجب أن نتوقف. لكن نحن نتوجه للإخوة العرب بثلاث مطالب. نحن لا نتوقع منهم أن يرسلوا جيوشا لمحاربة إسرائيل، نحن نفهم أن ذلك غير ممكن. نحن نريد منهم قطع علاقاتهم بالكامل مع هذه الدولة المارقة،
وهي ليست دولة في الواقع بل تتصرف كعصابة. نعم. وثانيا أن يغلق الباب بشكل كامل أمام أي شكل من أشكال التطبيع. وفي مطلب آخر، إنه كل دولة أقامت سفارة لها في القدس يجب أن تقطع العلاقات معها. مرة أخرى أقول، أنا أعرف إنه بعض هذه الدول لا تستطيع أن تقطع علاقاتها بالولايات المتحدة لأسباب لا مجال لذكرها. نعم صحيح. ولكن ما الذي يمنع قطع العلاقات بالكامل مع غواتيمالا وباراغواي، الدولتان الوحيدتان اللتان تجرأتا على نقل سفارتهما إلى القدس؟ طيب، إذن دكتور عبد الله العساف، يعني ربما القطار يسير في اتجاه عكس تماما ما طلب به دكتور مصطفى البرغوثي. نأتي تحديدا على بعض المواقف الحديثة نسبيا للأمير سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المملكة، الذي تحدث مؤخرا حول أن الفلسطينيين أضاعوا فرصا عديدة. والموقف الثاني جاء به في مقابلته مع مجلة The Atlantic الأمريكية، عندما اعترف بحق اليهود في وطن قومي في إسرائيل، يعني حق اليهود في أرض الفلسطين. ما هو، هل هناك تفسير لمثل هذه المواقف غير الذي يؤكد السير بسرعة نحو التطبيع الرسمي بين إسرائيل وبعض الدول العربية، وممكن على رأسها تكون المملكة؟ لا أعتقد اليوم الإيمان بالحق اليهودي، هو نعرف أنه فلسطين هي بلد الأديان الثلاثة، اليهودية والمسيحية والمسلمين، حق متنازع عليها. يعني لا تزال بعد 48 الكل يعرف بعد رفع الانتداب البريطاني ماذا حل والتقاسم المطلوب. نحن نطالب اليوم بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67. العالم كله يجمع على الحق اليهودي، لا يمكن أن ترمي اليهود في البحر. العالم لن يسلم لك في هذا. الفلسطينيون أيضا لا يرون حقهم في الوجود في فلسطين، هم يرفضون الاحتلال. نحن أيضا مع الفلسطين، الفلسطينيين قلبا وقالبا في كل الاتجاهات وفي كل المحافل الدولية. نحن لنا الأفعال ولغيرنا الأقوال. دعمت القضية الفلسطينية من المملكة العربية السعودية، واجهت حلفائها الأقوياء، وضحت بعلاقات، وضحت واجهت اللوبي اليهودي في أمريكا على مشروعات سعودية كبيرة إذا سمحت لي، بشكل كبير من أجل فلسطين، من أجل فلسطين والفلسطينيين. قاطعت شركات ومنتجات أمريكية في غاية الدقة والأهمية والحاجة لها في المملكة العربية السعودية، من أجل أنها فتحت فروع في فلسطين، في إسرائيل. لكن إذن دكتور، نحن في اليوم سؤال. أمام قضية اليوم نحن يعني فضل. السؤال واستفسار ورأيك فيه، يعني نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث مؤخرا أو كشف بالأحرى عن تطورات إيجابية مفاجئة غير معروفة أحيانا للرأي العام، حصلت مؤخرا في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. ماذا يقصد بالضبط برأيك؟ هذا يفسر نتنياهو. اليوم يجب أن لا ننكر هناك بعض الدول العربية لديها علاقات، لكن نتنياهو اليوم يحاول أن يصور للرأي العام وخصوصا الرأي العام الفلسطيني أنهم لوحدهم، أن الدول العربية تقيم علاقات سرية مع إسرائيل، وبكل وضوح يحاول أن يجعلهم في العراء لوحدهم، وهذا غير صحيح. ما يجب أن نأخذ مصدرنا من مصدر يهودي ومن عدونا بالنسبة لنا. اليوم المملكة العربية السعودية تعلن موقفها وبصراحة كاملة، الدعم للفلسطين بلا حدود. وموقف المملكة العربية السعودية من القضية واضح، لم تطبع علاقاتها مع إسرائيل لا سرا ولا علنا، لها موقف واضح، تخلي القاعات، ترفض المشاركة في مناسبات رياضية، ترفض المشاركة في مناسبات سياسية، ترفض وجود حكم إسرائيلي في أي مباراة أو في أي مونديال تشارك فيه المملكة العربية السعودية. لم تفعلها أي دولة عربية أخرى التي تنادي اليوم أو تزعم أنها تنادي بالحق الفلسطيني. طيب دكتور مصطفى، بعد خاص قليلا، يعني لو عدنا إلى البنود المسربة لصفقة القرن، لما يسمى بصفقة القرن، هناك بند خطير جدا يتحدث عن أنه ستلحق غزة بالدولة الفلسطينية بعد موافقة حماس على نزع سلاحها. يعني بعيدا عن مدى واقعية هذا الطرح، يعني السؤال أنه دكتور، في الوقت الذي يتم تسريب هذا البند من ضمن البنود الأخرى، تنشر في إسرائيل قائمة، ما يسمى بقائمة الاغتيالات، وفيها أسماء للقادة الأبرز للجناح المسلح لحركة حماس.
يعني هل هذا نوع من إجبار الحماس على تفاوض ما، أم ربما يعني حلول موسم جديد لاختيالات؟ لا هو محاولة. نعم تفضل. لا هو محاولة لضمان أن تبقى غزة منفصلة عن الضفة الغربية. وأنا برأيي ما يقوم به، يعني في أشياء كنت سأعلق عليها بعد ما أجاوب على هذا السؤال بحب أعلق عليها. تفضل. لكن ما الهدف المركزي للسياسة الإسرائيلية منذ عام 2005 عندما قام شارون بعملية إعادة انتشار في غزة ولكن لم ينسحب من غزة في الواقع، أبقى الاحتلال بشكل آخر، هدفهم الرئيسي المركزي التغلب على المشكلة الديموغرافية. بعد أن اتضح لهم أنه نص اليهود الذي نص المهاجرين الروس الذين جاءوا لإسرائيل نصفهم طلع مش يهودي، طلعوا أصلا مسيحيين مش يهود، وبالتالي هم عندهم مشكلة ديموغرافية مضمونها أنه عدد الفلسطينيين الآن على أرض فلسطين التاريخية أكبر من عدد اليهود الإسرائيليين. طيب. لا يحل هاي المشكلة إلا بفصل غزة عن الضفة، والهدف ابتلاع الضفة الغربية، ولذلك هذا الكلام السخيف عن فصل غزة عن الضفة هو الهدف منه أن كما قلنا أن ينفذوا مشروعهم في الضفة الغربية ويبقوا غزة خارج إطار. لا هم بالعكس دكتور، يريدون أن تكون غزة جزء من الدولة الفلسطينية القادمة. لا كذابين، ما بدهم هيك، بدهم تضل غزة منفصلة عن الضفة الغربية حتى يبقى مليونين فلسطيني موجودين في غزة منفصلين عن إخوتهم وأشقائهم 4 مليون الآخرين. بس في نقطة مهمة بدي أشير لها لأنه أثيرت في النقاش الذي جرى. أنا أخشى أنه أحيانا بعض المصطلحات الإسرائيلية تتسرب للإعلام العربي وتتسرب حتى للإعلام الفلسطيني. مثل ماذا؟ ويجب أن ننتبه لها. ما يجري في فلسطين ليس صراع بين طرفين متنازعين، مش قضية عليها تنازع بين طرفين. القضية هي قضية شعب تحت احتلال في محتل، وشعب تحت احتلال في مضطهد، وشعب يضطهد. نعم. في شعب مستعمر يتعرض للاستعمار الاستيطاني واستعمار استيطاني، وبالتالي فيش مساواة بين الطرفين حتى يكون هناك نزاع. يجب أن نتحدث، أن لا نخلط بين الجانب الديني والقومي. طول عمرهم اليهود بمارسوا الشعائر الدينية بحرية في القدس، ما عمره حدا منعهم. عندما كانوا أقلية صغيرة لم يتجاوز عددهم 3000 شخص في عام 1920، ما في عنا اعتراض إحنا على ممارسة الشعائر الدينية للإخوة المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين وكذلك لليهود. ولكن عندما نشأت إسرائيل، المكان اللي نشأت فيه كان 82% أرض الفلسطينيين، الآن 3.5% فقط. سرقوا الأرض منا، أخذوها من الفلسطينيين. نعم. تمام دكتور. عندما 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 أقر مشروع التقسيم كان الفلسطينيون يملكوا أكثر من 90% من الأراضي، والأمم المتحدة أعطت لإسرائيل 54%. واضح الإجابة دكتور. الآن هي موجودة على 78%. نعم. بس خليني أقول نقطة واحدة. نعم. المشكلة مش إنه الفلسطينية مش راضين يتفاوضوا، الفلسطينية أصلا أنا برأيي القيادة الفلسطينية ارتكبت خطأ بتوقيع اتفاق أوسلو بالشروط التي تمت دون وقف الاستيطان ودون اعتراف فلسطيني بدولة فلسطين مقابل اعتراف بإسرائيل. تمام. مع كل التنازلات اللي قدموها الفلسطينيين ومع قبولهم بأقل من نصف ما قررته الأمم المتحدة بدولة الضفة وغزة والقدس، إسرائيل مش راضية، يعني قبلنا بالهم والهم مش قابل فينا. لذلك ليكن واضحا وأنا بقولها الآن على رؤوس الأشهاد، بدهم مش دولة فلسطينية مستقلة، مننا دولة واحدة تمام كاملة على كل أراضي فلسطين. أوكي. دكتور دكتور عبد الله العساف في الرياض، يعني وقتنا قصير جدا ودون الدخول في بعض المواقف والمعطيات التمهيدية الضرورية، نقفز رأسا إلى سؤال كبير جدا. هل المملكة العربية السعودية نظرا لما يحدث للوصايا الأردنية للمقدسات المسيحية والإسلامية، هل تخشى أو بالأحرى هل يريد الأمير سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المملكة أن ينافس الأردن على هذه الوصايا في نهاية المطاف؟ لا أعتقد، لأنه المنافسة على هذه المقدسات هو انتحار سياسي وعسكري واقتصادي. المملكة العربية السعودية لديها مقدساتها
تسعى لرعاية هذه المقدسات وخدمتها، أما المقدسات الأخرى فهي لها تقديرها ولها رعايتها ولها الموقف السياسي السعودي الواضح تجاهها وبكل وضوح. أما منافسة الآخرين فهذه لا تعنينا ولا تدخل في حسابات السياسة الخارجية السعودية. تمام، أشكرك دكتور على حضورك معنا وعلى هذه الإفادات. ضيفنا في الرياض اليوم أستاذ الإعلام السياسي دكتور عبد الله بن عبد المحسن العساف، ونشكر أيضا ضيفنا في رام الله الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي. مشاهدينا أشكركم لأنكم تتابعوننا ومعا تسألون أكثر. إلى اللقاء.